الدوري الإيطالي السنة دي مختلف، يعني فكرني شوية بريحة الدوري الإيطالي في التسعينات. طبعا في الثمانينات والتسعينات كانت قمة الدوري الإيطالي والنجوم الكبار والفرق القريب أو الجابس القريبة أو ما بين الفرق. السنة دي كده تشم ريحة الدوري الإيطالي بتاع زمان. والسبب طبعا ان ابتدت في شويه فرق تقرب من اليوفي. احنا عارفين ان في سنوات دلوقتي بقى لنا سنوات عديده اليوفي متسيد الكره الايطاليه بشكل كبير جدا، وفرق امكانيات كبيره جدا ما بين اليوفي وما بين الفرق اللي حواليه، مش امكانيات ماديه بس، ولكن اداره اليوفي مختلفه، دايما قراراتها صح، دايما بينقوا اللعيبه العفري، اللعيبه اللي يقدروا ان هم ياخدوهم بفلوس قليله. خطوه كريستيانو رونالدو والذكاء الكبير من اداره اليوفي في ان هم ياخدوا لعيب من ريال مدريد عنده 33 سنه وان هم يديله عقد كبير جدا، وازاي ان هم قدروا ان هم يستفيدوا بالعقد ده ويسوقوا طبعا كريستيانو رونالدو بشكل جيد جدا، وقدروا ان هم يبيعوا يعني قمصان وجيرسيز وفانيلات كريستيانو برقم اكبر بكتير من الرقم اللي هم خدوه بيه ومن الفلوس اللي هم اديها له. وموضوع كريستيانو وزلاتان بالذات في رايي بيوريك قد ايه ان لعيب واحد بس ممكن ينقل الفريق نقله تانية خالص، ممكن يديله شخصيه مختلفه. شفنا الميلان، هنرجع لليوفي مره تانية، لكن شفنا الميلان ما قبل زلاتان وما بعد زلاتان. الميلان طبعا عنده مشاكل كتيره جدا بقاله سنوات طويله، بعد الجيل العظيم لما اعتزل الجيل بتاع مالديني وبتاع نيستا وبتاع كافو وبتاع جاتوزو وبتاع انزاجي وبتاع وكاكاو، رحيل كاكاو وكريسبو، كل اللعيبه وشيفتشينكو، كل اللعيبه دي بعد ما مشيوا، وديدا ويابستام، كل اللعيبه دي لما مشيوا الميلان ما كانش محضر نفسه كويس للحقبه اللي بعد كده او لما بعد هذا الجيل العظيم. ومدربين كتير جدا اتحرقوا في الميلان، كلهم من اولاد الميلان او معظمهم من اولاد الميلان، بتتكلم على سيدورف، بتتكلم على انزاجي، بتتكلم على جاتوزو، رغم ان جاتوزو كان انجحهم، الى ان قرر الميلان او قرر زلاتان ان هو يعود للميلان مره تانية. وكلنا شفنا الفرق ما بين شخصيه الميلان فيما قبل زلاتان وما بعد زلاتان، وده بيوريك قد ايه ان ممكن لعيب عنده شخصيه قويه ان هو يسترجع شخصيه الفريق مره تانية، وهو ده اللي عمله زلاتان. فالسنة دي تحس ان في تقارب كبير جدا من الفرق. لاتزيو مع سيميوني انزاجي بيقدم مستويات طيبة جدا، رغم ان هم بعد طبعا موضوع الكورونا وبعد التوقف رجعوا شكلهم فريق تاني خالص. الانتر مع كونتي بدأ الموسم بشكل جيد، بعد كده حصل له دروب بشكل كبير جدا، لكن الانتر بيصرف فلوس كتيره جدا وعندهم بادجت عاليه جدا، والانتر قادر ان هو في المواسم القادمه ان هو يكون منافس مباشر ومنافس قوي جدا لليوفي. واحسن فريق بيلعب كوره في الدوري الايطالي هو اتلانتا. اتلانتا في المركز الرابع، ولكن شفنا في اوروبا عملوا ايه. اكتر فرقه كسبت سكور ماتشات سكور سكور كبيره ده هي فرقه اتلانتا. نشوف الجدول، اليوفي 75 نقطه، لاتزيو زي ما قلت لكم حصل دروب كبير ووسع الفارق ما بينه وبين اليوفي، كان بقى 68 نقطه. اتلانتا في المركز الثالث 64، انتر ميلان في المركز الرابع 64، نابولي بيجي وراهم، وجاتوزو في رايي يعني بيقوم بمجهود كبير جدا مع نابولي. الميلان بيجي بعد كده، والميلان زلاتان زي ما قلت لكم زلاتان قام بدور كبير جدا ان هو يرجع الميلان يبقى موجود في المركز السادس، ثم روما. واداره روما يعني في يعني شكوك كبيره جدا حولين قدرتهم ان هم يرجعوا بروما مره تانية للمراكز الاولى، ثم ساسولو، وطبعا في المراكز الاخيره جنوا وبريشيا وسبال في المركز الاخير عنده 19 نقطه فقط. ما ينفعش اتكلم على الدوري الايطالي وما اخدش الفرصه ان انا اتكلم مع واحد من خبراء الدوري الايطالي والكره الايطاليه والمحلل اللي بقاله سنوات طويله بيحلل الدوري الايطالي ونجم المنتخب التونسي السابق ونجم الافريقي السابق وصديقي الشخصي اللي انا بعتز بيه بشكل كبير جدا، حسام الحاج علي. حسام مساء الخير وسعداء بوجودك معانا على شاشه قناه النهار، وطبعا الجمهور المصري كله عارفك
وعارف مين هو حسام الحاج علي كويس جدا، ودايما كانوا بيستمتعوا بتحليلاتك المميزة، فبنتشرف بوجودك معانا على شاشة قناة النهار. مساء الخير حسام. مساء الخير ميدو، وليك محشى اخويا. نحب نهنيك ساعة قبل كل شيء على هذا البرنامج الرائع، ونهني أسرة البرنامج على هذا البرنامج والفكرة الجديدة. صراحة ملينا من الأفكار الروتينية للبرامج الرياضية، برنامج جديد، فكرة جديدة، وأنا صراحة سعيد أني نكون معاك لاعب كبير وصديق وأخ أكثر من أنك صديق ميدو. حبيبي يا حسام، طبعا الدوري الإيطالي، احنا نتكلم عن الدوري الإيطالي، وأنا كنت بقول قبل ما تخش معانا حسام أن الدوري الإيطالي السنة دي مختلف، تشم ريحة التسعينات والثمانينات من الدوري الإيطالي للموسم ده. أكيد ميدو، وأنت خلطت على الفترة الزاهية للكرة الإيطالية. صراحة صحيح السنوات الأخيرة سيطرة كلية لليوفي، لكن السنة هذه سنة مغايرة. شهدنا منافسة كبيرة من لازيو، شهدنا منافسة من الإنتر اللي صراحة عمل كبير خاصة في سوق الماركاتو بانتداب كونتي، ماروتا، جلب لاعبين كبار، لاعبين عندهم أسماء وعندهم خبرة. والمفاجأة السارة للكرة الإيطالية أتلانتا اللي صراحة يقدم في موسم ممتاز جدا خاصة من الناحية الهجومية، من أفضل خطوط الهجوم في إيطاليا، ومتألق كذلك في الشامبيونز ليج. شاهدنا أتلانتا صراحة بعد البداية صعبة في الشامبيونز ليج تأهل إلى الدور الثاني ويقدم في موسم كبير كبير جدا. هذا الموسم مغاير تماما للمواسم الفارطة، لأن المنافسة بين ثلاثة أربعة لاعبي أربعة فرق معطى إثارة وتشويق أكثر للدوري الإيطالي. حسام، زلاتان، كنت بتكلم عن أهمية ان يكون عندك ليدر والليدرشيب، واهميه ان يكون عندك قائد حقيقي. عوده زلاتان للميلان مره تانية كان بيصحبها بعض الشكوك، هل زلاتان مازال قادرا على اللعب في المستوى الاول ودوري بعنف الدوري الايطالي؟ ولكن زلاتان كالعاده بيثبت للجميع ان هو زلاتان، ان هو ابره، ان هو اللعيب اللي دايما يقدر يفاجئ الجميع. ايه رايك في عوده زلاتان للميلان، ورايك في ومدى اهميته داخل غرفه خلع ملابس وداخل اوضه اللبس بتاعه الميلان؟ شوف انت ميدو، اخذت اهم شيء في الكلمه الاخيره، لانك انت اكيد عشرت زلاتان وتعرف اهميه زلاتان، خاصه انه ليدر يعرف يقود مجموعه ويعرف ياثر بالطريقه الايجابيه على اللاعبين. وانا اول ما جاء زلاتان لفريق الميلان قلتها مباشره، اهميه زلاتان ليس بالاهميه الفنيه الكبيره أكثر منها أهمية نفسية على الفريق. لأن لو تعرف ميدو، كل لاعبين الميلان تقريبا ما فيهم ولا لاعب تقريبا أخذ بطولة وأخذ دوري، كل اللاعبين ما عندهمش خبرة البطولات، كانوا محتاجين لاعب ليدر، لاعب يقود المجموعة خاصة في الوضعيات والأوقات الصعبة. حتى كانت هناك تصريحات لبيولي يقول لاحظت زلاتان في التمرين وكأنه في مباراة رسمية، ما يقبلش الخسارة، ما يقبلش أنه لاعب يعطي تمريرة خاطئة، ما يقبلش لاعب أنه يتهاون أو يضحك حتى في التمرين. وكل هذا أثر بالإيجاب على فريق الميلان منذ قدوم زلاتان. صحيح بدنيا ليس زلاتان في المواسم السابقة، وهذا شيء عادي، لاعب تقدم في السن، طبيعي 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 طبيعي، عادي هذا جدا، إصابته كثيرة، والدوري الإيطالي يتطلب مجهود بدني ولياقة بدنية كبيرة. لكن تأثيره من ناحية النفسية ومن ناحية الحديث مع اللاعبين، لو شفت ميدو البارح مباراة اليوفي كيف لما كان اليوفي مسيطر والميلان في الوضعيه الصعبه، كيف زلاتان يتكلم مع اللاعبين، كيف زلاتان يتكلم بشده مع اللاعبين، يفيق في اللاعبين، يرجع فيهم في المباراه. شاهدنا زلاتان ما يلعبش راس حربه صريح. بيولي كان ذكي في هذه المباراه ميدو. Yes. في المباراه الفارطه كان يلعب يا زلاتان يا ريبيتش. شعمل في هذه المباراه؟ وضع ريبيتش راس حربه صريح وترك زلاتان يلعب تقريبا بدور صانع الالعاب، يتحرك في منتصف الملعب حتى يسهل على اللاعبين انه لما يعطيوه كره، الكره ما تضيعش في الميلان من الناحيه الهجوميه. صراحه زلاتان قلتها كلمه في الاخير، انت تاثيره النفسي وخاصه في غرفه الملابس في الاوقات الصعبه اكثر من تاثيره الفني، بالرغم من اللياقه البدنيه ليس مثل السابق، لكن تاثيره النفسي صراحه رجع بالايجاب، وشاهدنا ميلان مغاير تماما خاصه بعد العوده من التوقف، ثلاثة أشهر توقف، لكن شاهدنا الميلان عاد وكأنه بداية موسم جديد. لو كان الموسم يبدأ من هذه الفترة كان ممكن الميلان يكون منافس على اللقب. حسام، في فرق زي ما انت قلت رجعت بشكل مختلف بعد التوقف وبعد كورونا، الميلان
افضل بشكل كبير. لكن لاتزيو مع سيميوني انزاجي بدا الموسم بشكل رائع، وقبل التوقف كان قريب جدا من المنافسه المباشره مع اليوفي. والحقيقه سيميوني انزاجي بيثبت يوما بعد الاخر انه مدرب من طراز فريد جدا. ولكن ايه اللي حصل بعد التوقف؟ لاتزيو فريق مختلف، هزائم متتاليه، بيظهر كانه لاتزيو منذ اربع او خمس مواسم. رايك ايه السبب؟ ايه اللي حصل للاتزيو؟ شوف ميدو، انا امبارح بعد خساره لاتزيو قلت مباشره بعد المباراه ان هذا الاداء وهذا النتائج للازيو في المباريات الاخيره سببها نفسي اكثر منه بدني وفني. انا وجهه نظري ان فتره الراحه والتوقف لمده 3 اشهر لاعبين خرجوا ذهنيا من البطوله. ليه حسام؟ ليه اشمعنى لاتزيو؟ كل الفرق الثانيه حصل لها توقف، الميلان حصل له توقف، اليوفي حصل له توقف، ليه لاتزيو؟ باش نقول لك ليش ميدو. بعد التوقف رجع على لاتزيو خاصة بمباراة اتلانتا. اوكي. مباراة اتلانتا كان لاتزيو متقدم 2-0. يرجع اتلانتا في الشوط الثاني 3-2. بالنسبة للاعبين لاتزيو هذه العودة لاتلانتا وخسارة المباراة واصبح الفارق اكبر مع اليوفي، وكأنه لاتزيو حس انه خسر المنافسة على الدوري. وهنا وانت تعرف ميدو اكثر من الناس الكل، لاعب عندك خبره كبيره، هناك فرق عندها شخصيه متاع بطوله، عندها الاستمراريه. هنا احنا لما نوصلوا الى الموني تايم، نوصلوا للخط السوي 7-8 مباريات الاخيره، هنا شخصيه البطل. لازيو مش متعود ينافس، عنده تقريبا من سنه 2000 يمكن لازيو مش ينافس على البطولات. اللاعبين خساره مباراه اتلانتا وانه الفارق اصبح اكبر، وكانهم حسوا اللي خلاص شامبيونز ليج باش يوصلوا لها، لكن المنافسه على اللقب اصبحت مستحيله. وهذا اللي يجعل الفريق ينهار ضد الميلان ويخسر 3-0، يخسر ضد روما ويكملها بمباراه ليتشي. وانا اليوم ميدو قريت تصريح لايموبيلي اكد كلامي. ايموبيلي وكذلك انزاجي قالوا لازيو نفسيا بعد العودة لم يكن جاهز للمنافسة على اللقب. وبالرغم اللي قبل بداية الدوري بعد العودة ميدو إنزاغي قال أننا سننافس على اللقب وأن الأقرب للمنافسة على اللقب، لكن واضح أن شخصية المنافسة على الدوري وشخصية البطل هذا اللي عمل الفارق ميدو بين اليوفي والفرق الأخرى المواسم الفارقة. أيوة حسام، لغاية إمتى هنقدر نقول إن الفرق التانية مش قادرة تنافس يوفي على اللقب؟ لغاية إمتى هنقدر نقول إن الفرق التانية ما عندهاش الشخصية إن هي تقدر تنافس اليوفي على اللقب؟ لغاية إمتى اليوفي هيبقى في مكان وكل الفرق الأخرى في مكان آخر؟ هل ظهور بعض الفرق بمستوى مبشر هذا الموسم وانت كمشجع لليوفي، انا عارف ان انت مشجع كبير لليوفي، يخليك تقلق ان الموسم القادم فعلا ممكن يكون موسم لفريق اخر غير اليوفي، ولا مطمن؟ شوف، لا كل شيء ممكن، خاصة انا وجهة نظري في الوقت الحالي ميدو اكثر فريق عنده الامكانيات وعنده الاستقرار وخاصة عنده العائدات المالية اللي ينافس اليوفي هو الانتر، لان الانتر عنده سنتين مع سونينج قاعد يقوم بعمل كبير جدا، جلب كونتي، جلب لاعبين عندهم كاريزما وعندهم خبره كبيره، شاهدنا الاضافه اللي اعطاها لوكاكو، اضافه كبيره. طبعا. حكيمي سيكون موجود الموسم القادم في الانتر، وتعرف انت حكيمي في 3-5 سنين ممتاز وممتاز جدا، شاهدناه مع دورتموند، اضافه كبيره من الناحيه الهجوميه، وكذلك انتر مازال يبحث على لاعبين كبار. الانتر ممكن الموسم القادم، هذا الموسم موسم اول مع كونتي تقريبا وكانه تحضير للموسم القادم. ممكن الانتر الموسم القادم يكون منافس. لازيو لو حافظ على انزاجي وحافظ على ركائز الفريق بما فيهم لويس البرتو وسافيتش وايموبيلي مع جلب مهاجم ثاني مع ايموبيلي، ممكن لازيو ينافس. اتلانتا نفس الشيء. الميلان صراحه المفاجاه الساره في المده الاخيره مع رانجيك، ممكن المدرب الجديد والمدير الرياضي لو جاب 2-3 لاعبين المنافسه ستكون اصعب. لكن حتى نكونوا صريحين مع الجماهير ميدو، اليوفي دائما عنده خطوة أكثر من الفرق الأخرى، عنده استقرار، عنده رصيد بشري كبير، واليوفي لو
قام بمركاته جيد، خاصة في منتصف الملعب اللي هي نقطة ضعف الفريق. ثم النقطة اللي نوعا ما هي نقطة الاستفهام بالنسبة لليوفي هي موضوع ساري، لأن صراحة ميدو اليوفي غير أليجري. لماذا ميدو غير أليجري؟ لأنه يريد تغيير الفكر، يريد فريق يسيطر بفكر هجومي، فريق يذهب إلى الأمام، وهذا اللي كان يعمل فيه مع ساري. لكن إلى حد الآن ساري ما أثبتش أو ما وراش على الميدان أنه اليوفي تغير إلى الأفضل. لو شفت تصريح ساري ميدو بعد مباراة الأمس، قال كانت هناك غيبوبة للاعبين اليوفي في 6 دقائق خسر بها المباراة. هذا ممكن تفهمه للاعبين بعد 2-0 مع خسارة لازيو، حسوا أنه كانوا الدوري انتهى وخرجوا نوعا من المباراة. لكن لو اللاعبين يخرجوا من المباراة وانت مدرب ميدو، أين دور المدرب؟ اللاعبين حسام انا اللاعبين ما خرجوش من المباراه، صحيح كانوا ذهنيا مش بنفس الجاهزيه الذهنيه، ما كانوش جاهزين ذهنيا زي انا ما بتفقش مع ساري، لان انا شفت المباراه وشفت ازاي ان بيولي قدر ان هو يتفوق على ساري تكتيكيا. ساري بتغييراته، لا وحتى قبل التغييرات حسام، وعايز خليك معايا عشان عايز استعرض بعض اللقطات المتاحه ليا عشان نشرح للناس انا وانت ازاي ان بيولي تفوق على ساري بشكل كبير جدا. ساري بدأ المباراة بالاربعة تلاتة 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 بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا على التكتيكال باد. لا عايزين نجيب الباد يا رجالة بالاربعة تلاتة تلاتة، وهي وتحولت بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهم معهمش الكرة اتحولت ليه 4-4-2 علشان رونالدو ما يدافعش بشكل كبير، وعلشان ما يرهقش رونالدو بدنيا في الدفاع، وده اصبح الشكل لليوفي بدنيا اسف دفاعيا في الوقت اللي الميلان بيحضر بيه الهجمه. وكانت فكره ساري ان هو عايز السنتر باك الشمال بتاع الميلان، شباب عايزين نجيب الصوره اللي بعديها عشان نشرح للساده المشاهدين، كان عنده فكره واحده ساري حسام كان عنده فكرة واحدة، نخش في الصورة اللي بعديها يا شباب الصورة بتاعتنا، ان يفضي الكرة للليفت سنتر باك للميلان يخليه عنده وقت على الكرة، وفرقة اليوفي كلها ترحل بشكل كبير جدا علشان تضغط على الليفت سنتر باك بتاع الميلان، وعلشان رونالدو ما يعملش مجهود كبير جدا دفاعيا. لكن بيولي حسام كان ذكي جدا، قدر ان هو يجمع اللعب بناحية الشمال، نخش بالصورة اللي بعديها يا شباب، يجمع اللعب دايما ناحية الشمال ويفضي الباك رايت البعيد اللي موجود في الناحية التانية، ويستغل سوء الترحيل اللي موجود لليوفي. حسام الكرة دي اتعملت 3-4-5 مرات وساري ما كانش عنده اي رياكشن، ما كانش موجود اي رياكشن، الكرة اتغيرت للناحية التانية، نخش في الصور اللي بعديها يا شباب، 4-5 مرات دايما الباك رايت بتاع الميلان فاضي، ودايما الترحيل بتاع اليوفي بطيء، الى ان استطاع الميلان زي ما احنا شايفين دايما الكرة بتتجمع ناحية الشمال وتتغير الناحية التانية دايما. رأيك حسام في الكلام اللي انا بقوله؟ صحيح ميدو، كلامك صحيح، لذلك انا قلت لك انا ساري قال غيبوبة ويحكي على اشياء نفسية، لكن ما حكيتش على الاشياء الاهم، هي الموضوع التكتيكي اللي بيولي تفوق عليه تكتيكيا. صحيح، ما كانش هناك رياكشن من ساري، يعني تقريبا مدرب يتفرج الفريق في وضعيه صعبه والفريق عنده مشاكل على الاطراف، والمدرب وهنا دور المدرب الفايق، المدرب اللي يلقى الحلول مباشره، لكن ساري تقريبا بقى يتفرج في المباراه. وهذه الاشياء اللي وريتها انت بالصور ميدو، مفروض المدرب الواعي والمدرب الفايق والمدرب اللي عايش المباراة والمحلل الواعي كمان أكيد أكيد لا ما شاء الله عليك، يعني خبرة كبيرة وسنوات لا حبيبي مثال يحتذى بالتحليل والله الله يخليك. هذا هو احنا لازمنا شايف دايما، شايف حسام لو شايف الصورة معايا، دايما الكرة بتتجمع ناحية الشمال وفرقة اليوفي كلها بتبقى بتعمل الشيفت عشان تقفل المساحات، والكرة بتروح الناحية التانية ناحية اليمين دايما، الترحيل سيء جدا، ساري كان رد فعله بطيء جدا حسام. صحيح،
ولذلك انا ميدو حبيت دائما انا نحب في الكوره نتكلم على الموضوع الامور التكتيكيه اكثر من انها النفسيه واللاعبين خرجوا من المباراه. هذا بالنسبه لي انا لاعبين في هذا المستوى غير مقبول وغير معقول. لاعب محترف بهذه القيمه عليه انه يكون 95 و96 دقيقه دائما في المباراه. هنا الموضوع التكتيكي. انت لما كنت فايز ميدو بهدفين مقابل صفر وشفت الميلان وهذه المشاكل التكتيكيه اللي يبدا يلقى لها الحلول فريق الميلان خاصه بعد دخول شالهانوغلو ودخول لياو اصبحت اليوفي يعاني. انت كمدرب وخاصه انه هيغوايين بدنيا مش صراحه اوفر ويت. هيغوايين اوفر ويت وزنه زايد على الاقل 5 6 كيلو واضح واضح مليون في المية. ثم انت متقدم هدفين مقابل صفر كان ممكن انه يخرج هيغوايين ويدخل مثلا رمسي ولا متويدي ويترك رونالدو كمهاجم وتلعب على المرتده وتعبي وسط الميدان بوجود مثلا رمسي او متويدي مع برناردسكي مع بيانيتش مع بنتانكور وتسكر منتصف الملعب وتسكر بلاعبين على الاطراف تغطي جهه اليمين وجهه اليسار وانت هدفين مقابل صفر وعندك المرتده. ثم ممكن بعد تخرج برناردسكي وتدخل دوغلاس كوستا اللاعب السريع صحيح. لكن قعد يتفرج ساري لحد ما تسجل الهدف الاول الهدف الثاني الهدف الثالث ثم بدأ في التغييرات وهذا غير معقول. وهذه مش أول مرة ميدو. لو تتذكر مباراة نابولي في بداية الموسم 3-0 اليوفي نابولي رجعت 3-3. مباراة أتلتيكو مدريد في الشامبيونز ليج 2-0 لليوفي يرجع أتلتيكو 2-2. ده شغل مدرب أحسن. شغل مدرب. هذا شغل مدرب. حسام. اليوم. حسام أنا آسف معلش آسف لقطع كلامك. البرنامج بتاعنا اسمه أوضة اللبس. و ساري بيقعد كل مباراة وخاصة بعد مباراة الأمس بيلقي اللوم على اللاعبين بدل من إلقاء اللوم على نفسه بيخسر أوضة اللبس. ساري غير إن, إن, إن جماهير اليوفي غير مقتنعة بيه وغير إن أنا في رأيي إن إدارة اليوفي ستبحث عن بديل في الموسم الجديد حتى لو اليوفي فاز بالسكوديتو إلا إن إلقاء اللوم على اللاعبين زي ما مورينيو بيعمل في بعض الأوقات بيخلي المدرب يخسر أوضة اللبس. حسام أكيد وهذا أهم شيء وأنت تعرف أهم شيء أهم الأمور التكتيكية والنفسية والفنية هي غرفة تغيير الملابس هي الأهم شيء يا تكسبها يا تخسرها. أوضة اللبس قولها بالمصري أوضة اللبس. أوضة اللبس هي أهم شيء وهذا اسم برنامجنا. يس أهم شيء أوضة اللبس أنك تكون كسبها وتكسب اللاعبين لأنك أنت كما قلت ميدو مش أول مرة على طول حتى في تشيلسي حتى في نابولي ميدو فيه مرة قال اللاعبين يتمرنوا بطريقة ويلعبوا بطريقة. ما دي شغلتك كمدرب. وانت وين دورك؟ إذا اللاعبين يتدربوا بطريقة ويلعبوا بطريقة دور المدرب اليوفي. أظن أن اليوفي كما قلت أراد أن تغيير فكر الفريق لكن تغيير الفكر والمنهج اللعب عليك بمدرب أول شيء عنده فكر كما تريد الإدارة لكن يكون عنده شخصية الفرق الكبرى اللي مش مسموح ليك حتى لو أنك بطل أنك من 2-0 تخسر 4-2 صحيح. على اليوفي وجهة نظري سيحاول كل ما بيوسعه أنه يتجه إلى غوارديولا خاصة إذا بقى عقوبة سيتي في الشامبيونز ليج. اليوفي سيحاول بكل قوته أنه يجيب غوارديولا مدرب يعرف يكسب غرفة الملابس أوكي. مدرب يعرف حسام. يلعب على البطولات. حسام كلنا عارفين أن غوارديولا لما بيروح أي مكان أو أي نادي جديد دايما بيقول الموسم الأول أنا مش مسؤول عنه اسألوني في النتائج في الموسم الثاني. ما عمل كده مع البايرن عمل كده مع السيتي. هل جمهور يوفي هيقبل أن جوارديولا يروح اليوفي ويقول لهم أول موسم ما تستنوش مني حاجة؟ لا يمكن. لا لا لا, لا يمكن. مستحيل. لا يمكن مستحيل. خاصة مع قوة الدوري الإيطالي الموسم القادم لا يمكن أن هم يقبلوا أن بأفكار جوارديولا. جوارديولا محتاج وقت عشان يغير طريقه اللعب اللي متعود عليها اليوفي ومتعود عليها كليني ومتعود وعايز سنتر باك بيبدا الهجمه من تحت وعايز ان هو تحت الضغط ان هو يطلع بالكره من تحت. محتاج وقت. هل جمهور اليوفي هيصبر عليه ولا لا؟ لا 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 مفيش طيب. هو اليوفي ميد هو اليوفي اليوم متصدر الدوري وممكن يتاهل في الشامبيونز ليج ويطالب باقاله ساري. أليجري فاز بالثنائي وفصل الفاينل الشامبيونز ليج وخلاص اليوفي ما يصبر. لذلك انا اتوقع حتى لو اتجه الى غوارديولا سيكون حديث واضح مع الإدارة منذ الموسم الأول الهدف الدوري الكاس والشامبيونز ليج. إذا مكش قادر أو مكش جاهز أنك تنافس على الكل اليوفي ما يجيبش يبقى غوارديولا مش المدرب المناسب لليوفي. حسام إذا هو مش قادر أن يجيب ألقاب منذ الموسم الأول ممكن هناك اتجاه إلى مدربين آخرين لكن
انت اكثر مني تعرف لا. مين الموجود في الساحه، مين الموجود في الساحه اللي ممكن يعمل لك هذا الكل؟ بوتشيتينيو، ثلاثة مدربين، بوتشيتينيو ميدو اوكي عمل موسم ممتاز مع توتنهام الموسم الفارط، لكن نفس الشيء ما عندوش الخبره وما عندوش الشخصيه ممكن اللي تفوزك بالشامبيونز ليج. انا وجهه نظري هناك ثلاثه مدربين اللي ممكن يعمل لك الشيء هذا، اللي هما كلوب وزيدان. مش عارف الموسم القادم، انه كلوب اكيد في ليفربول ما فيش نقاش، هذا حسام زيدان حسام هل سيبقى ولا حسام ما تجننيش، انت قلت ثلاث مدربين كلوب وزيدان، مين الثالث؟ لا 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 مش نقول لك انا المدربين الكبار جوارديولا، لكن جوارديولا اذا ما يقبلش انه ينافس على الشامبيونز ليج منذ الموسم الاول خلاص الحديث اوكي جوارديولا يصبح مختلف. لكن في الوقت الحالي انت سمي لي مدرب ممكن يجيك يقول لك باش نفوز لك بالشامبيونز ليج مع اليوفي. انا 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 لو مكان اليوفي عارف اعمل ايه؟ ارجع عليك تحافظ على ساري؟ لا ارجع عليك لا مستحيل والله ارجع عليك ليه ليه لا مستحيل. انا نعرف اداره اليوفي مستحيل ترجع أليجري، لانه اول شيء ما خرجوش بعلاقه جيده، ثم أليجري الموسم الفارط كان هناك حديث كبير مع انيلي ولم يكن هناك انسجام متفاهم، لذلك انيلي حسام زيدان زيدان ما خرجش من مدريد بالشكل اللائق، ولما فلورنتينو بيريز لقى ان زيدان هو الرجل المناسب للعوده مره اخرى رجع بيه مره تانية، ودلوقتي ممكن يكسب الليغا مره تانية. شوف تعرف شو الفرق ميدو؟ ايه قول لي. انه زيدان فاز كم شامبيونز ليج مع ريال مدريد، وأليجري فاز ببطولات مع اليوفي، ما فاز بالشامبيونز ليج ماشي. ميدو اليوفي عنده سنوات جاب رونالدو وجاب هيغوين ب 90 مليون يورو وحافظ على ديبالا وجاب دي ليخت ب 80 مليون يورو. الهدف الشامبيونز ليج ليس الدوري، الدوري تسع سنوات ورا بعض، ممكن هذا الموسم هو التاسع. اليوفي يحب الشامبيونز ليج، يحب صحيح. مدرب يقدر يفوز بالشامبيونز ليج مباشره، ما عادش اليوفي يقدر ينتظر، عنده خمس سنوات من 2015 ميدو واليوفي ينافس على الشامبيونز ليج، يا نهائي يا ربع نهائي يا قريب للفوز بالبطوله. اليوفي ما عاد قادر انه يصبر على مدرب انه بيفوزوا بالكاس او بالدوري فقط. حسام انا قدرت اطلع اليوفنتينو اللي جواك، قدرت اطلع اليوفنتينو اللي جواك. حسام الحاج علي استمتعت بوجودك معانا وبتشرف بوجودك معانا، وبتمنى ان انت تكون معانا دايما ضيف دائم على برنامج اوضه اللبس، لان انت راجل بتتكلم في الكوره باشون، بتتكلم في الكوره بشغف كبير جدا، علشان كده دايما بستمتع بالحديث معاك عن كره القدم، وخاصه عن الدوري الايطالي، وخاصه عن اليوفي. حسام شكرا جزيلا لك على وجودك معانا، وتصبح على خير. شكرا ميدو، وانا اسعد اني كنت معك في هذا البرنامج، وانا تحت ذمتك في اي وقت من الاوقات. شكرا. انا نكون اسعد اني نكون مع انسان واخ مثل ميدو. شكرا حبيبي حسام، شكرا. حسام الحاج علي كان موجود معانا واتكلم بباشون كبير وبشغف كبير جدا عن اليوفي. لو تعرفوا حسام الحاج علي بيحب اليوفي قد ايه، يعني بيحب اليوفي زي انا بحب الزمالك كده تقريبا. بيحب اليوفي جدا وبيروح مباريات وبينتظر كل المباريات، شغف كبير جدا باليوفي، وطبعا اليوفي نادي كبير جدا وليه جماهير عريضه في الميدل ايست وفي مصر. علشان كده انا خصصت وقت كبير جدا من الحلقه بتاعت النهارده ان احنا نناقش حسام عن اليوفي وعن مباراه امس الميلان واليوفي، واتمنى ان انا اكون شرحت لحضراتكم تكتيكيا ازاي ان ممكن فكره واحده في مباراه ان هي تخليك تكسب مباراه. الفكره بتاع بيولي في ان هو توقع ان 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 ساري هيلعب بال 4-4-2، وان هو رونالدو هو نقطه الضعف في المنظومه الدفاعيه لليوفي، وان هو يجمع الكره ناحيه الشمال بعد كده ينقلها، يعمل شيفت ينقلها الناحيه الثانيه عشان يستغل الترحيل البطيء من اليوفي، وده يخليه يحرز الهدف الاول ويحرز الهدف الثاني الاول من ضربه الجزاء والهدف الثاني. كان ذكاء كبير جدا من بيولي، وازاي ان افكار المدربين مهمة جدا، وازاي ان رد فعل المدربين لما ساري معرفش ان هو يكون عنده رد فعل، سواء في حل المشكلة اللي موجودة في الترحيل ووجود رونالدو في الملعب في المنظومة الدفاعية، وازاي ان كان رد فعله بطيء جدا. الاهم من كده الدرس المهم جدا لبرنامجنا اوضه اللبس، ازاي ان ساري كل يوم عن الاخر بيفقد غرفه خلع الملابس وبيفقد اوضه اللبس وبيخسر اوضه اللبس بتصريحاته
المعادية للاعبين، ان هو بيقول ان اللعيبة فقدت تركيزها. اللعيبة اوكي، اللعيبة فقدت تركيزها، بس المدرب اللي واقف على الخط فقد تركيزه بشكل اكبر. مش عايز اكون قاسي على ساري، لان هو في النهاية مدرب كبير، اثبت ان هو مدرب كبير في نابولي، واثبت ان هو مدرب كبير في تشيلسي. لكن والسنة دي رغم ان احنا بنتكلم على كده، السنة دي ممكن ان هو يفوز بالبريمير بالسكوديتو اسف مع اليوفي، لكن ما اعتقدش ان هو هيبقى في الموسم القادم مع اليوفي.